ننتقل بكم الآن إلى قضية الأسبوع، وهذه المرة من كندا، حيث قضت محكمة استئناف كندية ببطلان قرار قاضية رفضت الاستماع للمواطنة الكندية من أصل فلسطيني رانيا العلول بسبب ارتدائها الحجاب قبل 3 سنوات. وأقر الحكم الجديد حق العلول في ارتداء الحجاب داخل المحكمة الكندية. للوقوف أكثر على تفاصيل هذا الموضوع نتابع التقرير التالي للزميل أيوب الريمي. الحجاب يثير الجدل من جديد في كندا، فما هي إلا أيام قليلة من حكم قضائي وسفه كثيرون بالانتصار للنساء المحجبات، ويقضي بالسماح للمرأة بالدخول للمحاكم الكندية مرتدية حجابها والإدلاء بشهادتها، حتى عاد رئيس وزراء منطقة كيبك للحديث عن رغبته في منع ارتداء الرموز الدينية لموظفي القطاع العام وبعض الوظائف الحساسة كالشرطة والسجون إضافة للمعلمين. ولعل ما أثار تخوف النساء المحجبات في كندا أن السياسي الكندي ركز على الحجاب دون غيره من الرموز الدينية الأخرى، ويأتي هذا الموقف بعد قرار محكمة الاستئناف في كيبك التي قضت بأنه لا يحق لأي قاض أن يرفض الاستماع إلى إفادة امرأة بسبب ارتدائها للحجاب. وكانت المواطنة الكندية رانيا العلول قد طردت من جلسة محكمة عام 2015 بسبب ارتدائها للحجاب. احتدام الجدال حول الحجاب في مقاطعة كيبك يأتي في سياق الحملة الانتخابية التي تشهدها المنطقة، وتعرف مشاركة سيدة محجبة، ويتعلق الأمر بإيف توريس التي تعرضت مؤخراً لحملة عنصرية كان أبرز مظاهرها قيام سيدتين بتشويه صورها في الشارع وكتابة شعارات دولة علمانية على حجابها. الحادث خلق ضجة في كيبك باعتباره يدق ناقوس الخطر حول تزايد مظاهر العنصرية ضد المسلمين التي بدأت تتنامى وارتفاع أسهم اليمين المتطرف، لدرجة أن مرشحاً مسلماً اضطر لسحب ترشيحه بسبب تلقيه تهديدات عنصرية هددت حياته. في المقابل تظهر المرشحة المسلمة إيف توريس إصراراً على مواصلة معركتها الانتخابية، وتقدمت بشكوى للسلطات المعنية ضد السيدتين اللتين قامتا بتشويه صورتها. من جهتها قالت لجنة الانتخابات أنها لا تستطيع التعليق على الشكاوى الفردية، ولكن الأمور متروكة للشرطة للتعامل مع التخريب على الملصقات الانتخابية لأن تشويهها يعد جريمة. ويقول مراقبون أن كندا تعيش فترة مهمة للحفاظ على نموذجها في التعايش لصد التيارات الشعبوية والعنصرية ولرفض الكراهية ضد المسلمين، خصوصا وأن هؤلاء باتوا فاعلين في الحياة الاقتصادية والسياسية في البلاد. ولمتابعة هذا الموضوع أرحب بالسيدة هنادي سعد رئيسة منظمة العدالة للمرأة من كندا. أهلا بك سيدة هنادي معنا. بداية، كيف تقيمين هذا الإنجاز القضائي حقيقة؟ شكرا لاستضافتي في البرنامج. حقيقة أن توضيح هذه الملابسات، يعني الأخت رانيا علول كان يحق لها أن تدافع عن نفسها أمام المحكمة، لكن القاضية آنذاك طلبت منها أن تخرج من المحكمة لأنها ترتدي رمز من رموز الدينية. وبالنسبة لهذه القاضية كانت أنها تدعي أن المحكمة هي علمانية. استأنفت رانيا القاضية بمحكمة الاستئناف الكبكية، إنها السلطة العليا في كبك في مقاطعة كبك. ومؤخراً الأسبوع الماضي طلع القرار إنه المحكمة ليست علمانية، إنها لا تحد من الحريات الشخصية الدينية، ويحق لأي شخص أن يرتدي أي رمز، ويحق لرانيا أن تدافع عن نفسها هي ولا أي شخص آخر بارتداء الحجاب، أي امرأة أخرى أمام المحكمة. نعم، يعني هل برأيك قد انتهت معركة الحجاب في كندا بهذا القرار القضائي؟ في الحقيقة المعركة على الصعيد السياسي هي معركة ضد العلمانية المحدودة، يعني بمعنى أن العلمانية ضد الرموز الدينية، وبالنسبة لهم الحجاب هو من ضمن الرموز الدينية. وطبعا سمعنا بأول لقاء للسيد لوغو رئيس الحزب رئيس الوزارة الجديد أنه اختص النساء المسلمات المحجبات بموضع، وقال أنه لن يتردد ولو لحظة
باللجوء إلى نوع من الحظر من القانون الكندي بحقوق الإنسان، هي بما يسمى لحظة لقلك إياها لأنه هي نوع من القانون، نعم. هي استخدام الشرط الاستدراكي في ميثاق الحقوق، بمعنى استثناء معطى للمقاطعات لإعطائهم الحق بتعليق ممارسة بعض الحريات الشخصية الدينية لمدة لا تتجاوز 5 سنين قابلة للتجديد، وهذا سياسيا لا يجب استعماله إلا بأمور طارئة واستثنائية. وطبعا سمعنا جستان تريدو رئيس جمهورية، رئيس كندا، رئيس الوزراء، إنه نبه جست تريدو لوغو من استعمال هذه الصفة الخاصة وأن لا يتطرق لها لأنها ستؤدي إلى مشاكل خطيرة جدا على جميع الأصعدة في مقاطعة كيبك وممكن تتمادى إلى كندا. يعني هل ما زال هناك، يعني نفهم من ذلك، توجه سياسي لاستهداف الحجاب؟ هو المستهدف الرموز الدينية ككل، منهم الكيبا عند اليهود والصليب مثلا أو التربو عند السيخ أو المحجبات. طبعا المحجبات موجودين على الساحة بكيبك بطريقة واسعة، منهم المدرسين، المربيات، منهم بجميع ميدان، هو يريد أن يحد من وجود الرموز. وطبعا هن المسلمات المحجبات التي خصصهم هو، يعني بده يعطيهم فترة انتقالية، بنقول لا يطبقوا القانون، يعني ممكن يعطيهم 3 أشهر 6 أشهر سنة بعد ما حددها. وهو هدد بالموضوع ثاني يوم قبل حتى ما يألف الحكومة تاعيته أنه رح يقوم بهذا الموضوع، ورجعنا 5 سنين لورا وقت الحزب الثاني وقت اللي إجا بده يحط علينا كمان الشرط، وقت الديبيت تاع الشرط وقت اللي كان بهذيك المدة، وطلع الشعب الكبكي، طلع الحكومة، وهلأ رجعوا بنفس الصفة وبطريقة أبشع من قبل، وقال أنه بده يحط هذا. وبممارسة هذا القانون اللي راح يطبقه، اللي ممكن يصير كثير من النساء ممكن ينجبروا على خلع الحجاب تاعهم، أو راح يعطيهم فترة، راح يعطيهم اختيار بشغل تاني. بس المدرسة شو ممكن تعمل؟ ممكن تشتغل بمكتب، هي درست لحتى لتعلم. طيب ما هي الخطوات لمواجهة ذلك؟ هناك خطوات سياسية ممكن نعملها وخطوات قانونية. إذا ما وصل لحالة الحالة اللي راح يقولها الاستثنائية لاستدراك هذه المقطع من حقوق الإنسان وحظر الحقوق الأقليات، ممكن ندافع عن حقوقنا بكل قوة بكبك وعلى صعيد كندا. وفي عندنا جمعيات حقوق الإنسان، في حقوق الإنسان والشخصيات، عندك المحاكم الموجودة بكل مجال، في عندنا محكمة مخصصة له. وهون لن نتردد عن الدفاع عن أي حق بأي حق لأي امرأة موجودة في أي مجال ممكن يكون على الصعيد الكبكي. نعم، يعني أيضا في هذا الإطار سيدة هنادي، كيف ينظر لرانيا العلول وهذا الإصرار؟ يعني هو إنجاز كبير جدا أن تتحدى القضاء، يعني ترفع قضية على القضاء أصلا لتحقق هذا الإنجاز. وطبعا نحن رأيناه بمواضيع تانية، ليست رانيا بس الوحيدة اللي منعت، لكن هون منشوف أنه القاضي لم يكن محايد. القاضية التي طلبت من رانيا أنها تخرج من تشيل الحجاب يا أما تخرج من المحكمة لم تكن محايدة، وهون ورجتنا أنه هي شو كانت أخذ موقف سياسي ولم تكن هي محايدة، ومنعت رانيا من حقوقها. لكن هلأ ولا واحد رح يرجع يتجرأ يقول لأمرأة لا تترافعي. ولكن هلأ المشكلة ليست على هذا النطاق، هي أوسع وأخطر بكثير. هون منع النساء من الشغل يعني، والمجالات العامة هو يعني مجالات اللي قالها أنه كمدرسة يعني عندها تأثير، كمربية لأنه في عندها تأثير على الرأي العام، بالحكومة يعني، وهيدا اللي رح يعطي الحق لشركات تانية تمنع النساء. وهلأ عنا أصلا عنصرية إن المرأة المحجبة تلاقي شغل،
حتكثر العنصرية وحيفتح المجال قدام المتطرفين حتى أنه يتعدوا على أي حق من حقوق المرأة المسلمة المتحدة. صحيح، يعني هذا له تداعيات خطيرة، ولكن في الإطار القانوني يعني هل يمكن أن تنجح قضايا مثيلة، خاصة في إطار إذا تحدثنا تعرضت نساء في مجال العمل للحرمان من العمل بسبب طبعًا الحجاب؟ طبعاً هو لحديت هلأ طول ما هو، لأنه لوجو بس هدى التهديد، رئيس الوزارة هدى التهديد، لا أظن أنه حيتوصل أنه رح يطبق ما قاله، لكن هيدي عملية تخويف. نحن لازم نضبط أمورنا، لازم تعرف كل مرة أنه في جمعيات مثل الجمعية اللي أنا أسستها لدفاع عن حقوق المرأة، لدفاع عن حقوقهم، وإذا إجا أي شخص، أي مدير شركة أو خلال العمل ولا مدرسة طلبت منها خلع الحجاب، يمكنها أن ترفض وترفع ترفع القضية إلى القضاء، وستربحها بإذن الله، لأنه هذا قانون صريح لحقوقها بممارسة الشخصية وحقها بارتداء الحجاب أينما ما كانت وبأي صورة اللي كانت، حتى على صور الهوية ولا دفتر سواقة عنا الصور بالحجاب. شكرا جزيلا لك سيدة هنادي سعد، رئيسة منظمة العدالة للمرأة من كندا. وفي ختام هذه الحلقة نلفت نظر مشاهدينا الكرام إلى أن قناة الحوار عبر القمر الصناعي يولسات مدار النايلسات بأن تردد القناة الحالي سوف يتوقف قريبا عن البث، وأن القناة بدأت بالبث على التردد الجديد الذي يظهر على الشاشة حاليا. إلى اللقاء.